مرحبا واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من صحتك بالدنيا، هالبرنامج الطبي يلي بيطلع عليكم يوميا بنفس الوقت ليحكي عن المواضيع اللي بتهمكم وبتهم عائلتكم. مين هن ضيوفنا لهالحلقه؟ بنشوف سوا. موضوع حلقتنا هو كيفية الاهتمام في صحتنا. دكتور وائل غرز الدين اختصاصي في الصيدلة السريرية، تينتيام خيبر اختصاصية التغذية، وبروفيسور جوزيف قطان اختصاصي في الأورام السرطانية وأمراض الدم. لأي سؤال أو مشكلة فيكم تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو تتصلوا فينا على الأرقام اللي ظاهرة قدامكم بأسفل الشاشة، وما تنسوا كمان مشاهدينا فيكم تبعتوا أسئلتكم على أرقام الواتساب اللي عم تشوفوها قدامكم. أما هلا ومثل العادة نتعرف سوا على آخر الأخبار الطبية. أشارت دراسة ألمانية حديثة إلى أنه كبار السن بتزيد نسبة الذكاء عندهم، ولكن بيترافق هذا الشيء مع تراجع بالصحة النفسية ومستويات اللياقة البدنية. توصلت دراسة حديثة إلى أنه السلوكيات المتكررة والسلوكيات المقيدة والشائعة كتير بسياق الإصابة بطيف اضطراب التوحد بتحدث أكثر عند الذكور مقارنة مع الإناث. أشارت دراسة حديثة إلى أنه تناول الطعام بشراهة يمكن أنه ينقل الجسم سريعاً لحالة مقدمات السكري. مشاهدينا برجع بذكركم حلقتنا لليوم مفتوحة لأي موضوع بهمكم، فيكم تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو تتصلوا فينا على الأرقام اللي ظاهرة قدامكم بأسفل الشاشة، وكمان بدي أذكركم فيكم تتواصلوا معنا من خلال أرقام الواتساب اللي كمان عم تظهر قدامكم. بأول فقرة لحلقتنا لليوم بدي رحب بالبروفيسور جوزيف قطان رئيس قسم الأورام والدم بالجامعة اليسوعية. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. كيفك؟ ماشي الحال. بروفيسور معك رح نحكي اليوم عن الكونفرنس او المؤتمر بالجامعه اليسوعيه لطلاب كليه الامراض السرطانيه اللي كمان بيضم الجامعات اليسوعيه واللبنانيه والروح القدس، خبرنا عنه شوي. من شي سنه تقريبا، يعني بايلول السنه الماضيه 2014. نعم. تكونت عنا فكره انه بدل ما يصير في مؤتمرات اللي اصلا بنشترك فيها برات لبنان ومنقدم فيها ابحاث وبصير فيها ابحاث من كل العالم، ليش ما نعطي اهميه ومنشجع الابحاث اللي عم بتصير بلبنان؟ السنه الماضيه بهالوقت هيدا عملنا شيء سميناه فرون، يعني فوروم دو ريشيرش اون اونكولوجي بالفرنسي. أوكي. اللي هو معرض الابحاث العلميه للسرطان. هو كان اليوم الكونفرنس، واليوم كان 2015. نعم. فالسنه الماضيه امنا عملناه لتلاميذ اليسوعيه. no. يعني تلاميذ الاختصاص الامراض الدم باوتيل ديو، وكان في اكيد نجاح مهم وصار في جائزه اولى وجائزه ثانيه، وكل هالابحاث اللي انذكرت بوقتها صار تطورت وصارت انتشرت بكتب بمجلات طبيه. نعم. no. يعني بالطب نحن اهم شيء عندنا القيمه الطبيه هي أكيد. بس النشر بمجله، فانتشروا بمجله طبيه، وهل اذا بدك هالحدث عطى زخم، يعني صاروا كل هالتلاميذ باليسوعيه وغيرهم لانه بصيروا بينتشروا بين بعضهم وفي فيسبوك وشغلات، صاروا انه في حدث بلبنان بصير بشجع الابحاث الوطنيه. فهالسنه هيدي كان العدد بدل ما يكون 10 ابحاث كنا 22 بحث، كان في مباراه مستوى كثير عالي، يعني نحن بنحضر برا بنشوف كيف الابحاث تتقدم اي مستوى، كان كثير صعب ننقي جائزه اولى وثانيه وثالثه، وكان مثل ما تفضلتي وقلتي انه مش بس مقتصر على الجامعه اليسوعيه، كان في عندنا الجامعه اللبنانيه وجامعه روح القدس، يعني كان في ثلاث عمدة موجودين بالمؤتمر، وعلى مده تقريبا شي ساعتين ونص كل 10 دقائق او 5 دقائق في التلميذ بيعرض الدراسه تبعيته، وفي عندنا هالبوكلت اللي هو جمع الدراسات كلها. نعم. كمان وزعناه للجنه حاكمه اللي قبل باسبوع درست هالمقالات ورجعت حضرتهم ونحط علامه، يعني كان في تدقيق جدا، والربح الاول والثاني والثالث يعني على مستوى عالمي. نعم. هلا هيدا شو بوصلنا بعدين؟ بوصلنا انه نوع من الايمان مش بالطب بلبنان بس بلبنان ذاته، يعني بكره هالتلاميذ ما رح يتركوا، رح يرجعوا على لبنان لانه نحن عم نشجع العلم. طيب السنه الماضيه بروفيسور شو كانت ابرز الدراسات اللي ربحت؟ السنة الماضية عملنا دراسات أكثر شيء بنسميها نحن ابيديميولوجي، يعني ناقصنا بلبنان وبالمنطقة كلها دراسات على مستوى شو عندنا بالواقع، يعني شو الأمراض الأكثر شيء موجودة، فكان في دراسة عن الميزوتيليوم، يعني
عن سرطان غشاء الرئة. نعم. اللي هو له دخل بالتلوث الموجود بشكة، وبعدنا نحن عم نشوف أثره من رغم إغلاق المعمل اللي هو كان يستعمل الأميونت والأسبست، معمل الإترنيت. نعم. فتبين إنه هالمرض بده 20-30 سنة وبعده المرض موجود، واللي عندهم هالمرض كان كلهم علاقة 90% بشكة. نعم. وإنه صار في شوية تحول، لأنه صحيح منعنا استيراد الأسبست وهيدي كانت نقطة مهمة، تبين إنه المرض عم بيبين مش بغلاف الرئة، عم بيبين بغلاف الإمعاء. من وراء شو؟ من وراء إنه ما منعنا استيراد الأدوية فيها أميونت، وهل ما معنى استيراد القطع اللي فيها أميونت. نعم. صار عم بيجي تيوبات للمي نستوردها من تركيا، نستوردها من كوريا فيها أميونت، فصار في ري، الري اللي عم بيصير بالبقاع عم بيصير او ضخ المي بقساط اللي فيها أميونت. فكان في عنا كم حاله، هلا اكيد ما عم نحكي نحن نعمل رعب، رعب نعم. زبالي اكثر بكثير، ولكن صار في تحول بنوعيه المرض بلبنان من وراء هل منع الأميونت بالبنى، ولكن دخل بالقساط اللي هي للري. الحديث بروفيسور كنت عم تحكي عن الزباله، يعني ان شاء الله السنه الجايه بتعملوا دراسات عن امراض السرطانيه من وراء اللي عشناه نحن. ان شاء الله ما يطلع لنا شيء موضوع الزباله اللي صارت. ما بدنا يطلع لنا شيء، معلش يطلع امراض التهابيه، بس ان شاء الله ما يكون في تاثير كثير على السرطان، لانه تنقول حدا ثاني عنده هالخبره ونحن عم نعمل مثله، ما حدا بالعالم عنده خبره الزباله مثل صارت عنا. يعني ما حدا عنده هالاكسبيرينس تنقول انتبهوا ليك اي سرطان زاد عندهم. ان شاء الله ما نكون نحن اول ناس بنقول لهم لا عم بيزيد في سرطان معين. طيب هالدراسات اللي عم تقوموا فيها عم تتبناها الدوله؟ هلا الهدف مش انه تتبناها الدوله قد ما يتبناها العلم، قد ما نقدر نمرقها بمجلات طبيه عالميه، بس تتوثق بالمجلات. صار في عندنا بايدينا برهان انه فينا نفرض على اي دوله انه العلم هيك بيقول. يعني هيدا المقال انقبل بجريده مهمه، معناتها هالمقال صار واقع ولازم ناخده بعين الاعتبار. كمان نعم. شفنا شغله ثانيه سالتيني عن السنه الماضيه، انه حملات الثدي. نعم. حملات اللي عم بتصير بالثدي اللي بلشنا فيها بلبنان من سنه 2004. نعم. لحديت هلا صار لها 12 سنه، فما حدا عمل دراسه انه هالحملات عم بتخفف من الوفيات بسرطان الثدي بلبنان، ايه ولا لا؟ برا برهنت هالشيء، بلبنان ما برهنناها. كان في دراسة بتقلنا مزبوط خففت بنسبة 4%، وهي النسبة العالمية، يعني على 1000 شخص بيعمل ماموغرافي في 4 عم بيتعالجوا على قبل. بس وعد سيدات كتير انه يقوموا بالفحص بشكل معلوم. هلا نحن جبنا لهم يعني البرهان الملموس انه اذا عملتوا هالفحص عم تخلصوا حياتكم. اكيد، خاصة اذا لا صبح الله بين شيء على الاول ممكن يتعالج. اكيد في شفاء كثير كبير. بروفيسور اليوم كيف كان المؤتمر؟ كان بعقد. يعني المستوى كان كثير مهم. أوكي. يعني انا كنت عتلان هم اللجنه الفاحصه، لانه انا لو كنت محلهم كنت بدي ربح الكل، لانه مستوى الدراسات اللي انعملت كلها فيها تكون بنسميها ببليابل، يعني بتنشر بسرعه، وهيدا هو الهدف. يعني حتى برهنا لهم نحن ببدايه المؤتمر انه اثر الفرنس السنه الماضيه خلينا هالسنة نعمل بالجامعة اليسوعية 25 ببليكاسيون، وهو رقم ريكور ما حدا وصل له ولا أي جامعة يكون في عنده غزارة هالأبحاث وهالنشر. فهال 22 اللي انعملوا أكيد رح يطلع منهم كلهم يكونوا بالمجلة وينشروا السنة الجاية إن شاء الله. طيب بروفيسور 22 متباري وثلاث رابحين، شو أكثر البحوث يلي لفتت لك نظرك؟ هلا البحوث اللي كانت مهمة هي أكثر شيء عم نفوت على دراسة الدي إن إي، دراسة الخلية من جوا. نعم. يعني في دراسة انعملت على 100 مريض إذا بحالات مستعصية كانت أخذوا علاجات مهمة، ولكن الشخص بعد وضعه منيح ونحن أو هو عم بيطلب بعد نعطيه دواء. كنا نعمل بالماضي نعطيه دواء بلا ما نكون مقتنعين انه يمكن ينفع، مثل عم نعمل رفع عتب. أوكي. فهلا بفضل هالدراسه هيدي نبعث النسيج الخبيث، نسيج السرطان اللي استؤصل بالماضي. أوكي. نبعته على مختبر معين، بصير في دراسه بقلب النواه بيقلنا شو في اهداف
فينا نصيبها، شو في اعطال بقلب النواة، وهيدا بوجهنا بيعطينا ليستا ادوية شو لازم نستعملها وليستة ادوية شو ما لازم نستعمل. نعم. فالدراسة انعملت على 100 مريض وهذا رقم كثير مهم، يعني بالعالم عم بيعملوا مثل عم بيعملوا على 20 30، نحن قدرنا بلبنان نجمع 100 مريض ونعطي النتائج انه هيدي طريقة كثير منيحة وان شاء الله تصير تتبع اكثر واكثر بالمستقبل. عملنا شغلة ثانية كمان على نوعية امراض الدم بلبنان، في امراض دم كمان بيعملوا لها دراسه للنواه جوا تيشوفوا شو هن العوارض اللي بتقول انه نوعها كثير صعب، فما عندنا فكره بلبنان او حتى بالشرق الاوسط شو هي هالكروموزوم بقلب النواه، شو في اخطاء بتخليه صعب، كمان هلا برهنا بلبنان شو هن هالمشاكل هيدي. وشغله ثالثه بعد كثير مهمه، بيتهمونا اوقات انه نحن المريض بيكون تعبان وعلى الاخر وبنرجع بنعطيه دواء، يعني هيدي اجمالا الاطباء انه الاطباء الغير اختصاص بيتهمونا انه نحن نعمل شيء اسمه الشرنمو. الشرنمو يعني بنستقتل ومننسى الناحيه اذا بدك الوضع العام تبع المريض. أوكي. فصار في دراسه بتقول لهم لا نحن بالعكس عم نوقف المرض وعم نتجنب نعطي علاجات باخر الوقت. نعم بروفيسور، خلينا نرجع نذكر مشاهدينا انه موضوع حلقتنا لليوم مفتوح لاي سؤال، ما تترددوا تتصلوا فينا على الارقام اللي ظاهره قدامكم باسفل الشاشه او تواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام وتويتر. بروفيسور المؤتمر بس ما يسالوني عن الزباله غير شيء. نعم ما يسالوا عن الزباله. لا بروفيسور سؤال بالنسبه لليوم، مين كان بالمرتبه الاولى؟ المرتبه الاولى كمان حدا من تلاميذنا من اليسوعية اللي هو عمل دراسة 100 مريض اللي عندهم الدي ان اي، عم نشتغل على السيب اللي عندهم شو في عندهم. أوكي. اهداف للعلاج، دونك هيدا كان المرتبة الأولى. وفي كمان مرتبة أولى ثانية موازية لهالمرتبة الأولى، هي أكثر تلميذ عمل ببليكاسيون، عمل منشورات باسمه، حط اسمه واشتغل. كمان في تلميذ كمان من عنا عمل له يمكن من اصل 25 داخل بشي 10 منشورات، فكمان اخذ مرتبه اولى. نعم. دكتور بالنسبه لعلاجات السرطان، نحن لوين واصلين؟ وخاصه انه عم نوصل او عم نقرا كثير ارتكلز انه واصلين لمحل انه ممكن المريض يصير يشفى كليا. هلا هو اذا بدك العلاج السرطان منه كبسه زر، يعني منه شغله بدنا نكتشفها بين يوم والتاني واو منعيد تاني يوم لقينا شو هو الدواء، مش بكتيري، يعني هو 20 نوع، هلا باردون هو 200 نوع، هال 200 نوع فيها كل خليه يكون عندها نوع تاني، يعني بس عم ندرس قديش في مشاكل بقلب الخليه من على اساس اكتشفنا وين العطل شوي بيطلع في شيء تاني حده كمان في فوت بالقصه، فمنه كثير هين نلاقي العلاج. نحن كيف عم نتطور؟ عم نتطور بنسبه الشفاء، يعني من 10 سنين كانت النسبة شيء، هلا النسبة كترت أكثر، متوقعين بعد 10 سنين النسبة تكثر، بنوصل يمكن بعد 40 سنة على نسبة 100% شفاء. بس مش من أثر دواء واحد، يعني نحن في علاجات أشعة بالزمان كانت، الأشعة بعدها موجودة لأنه بنسبة معينة بكم مرض بتفعل كثير. بقيت موجودة، أخذنا إذا بدك الخلاصة تبعيتهم، الزبدة تبع الراديوثيرابي، الشيميوثيرابي بقيت 30 سنة اكيد هذا الدواء اللي بهر الشعر والمزعج وهيك، ال 100 دواء تقريبا اخذنا منهم شي 10 20 دواء بيشفوا 3 4 امراض، كمان نسبه الشفاء عليت. في شي علاج اسمه العلاج الهداف التارجت ثيرابي، بلش سنه ال 2000 طلع لحديت هلا صار طلع له شي 50 دواء تقريبا، اخذنا منه 4 5 رح يبقوا هودي لانه كمان شافوا نسبه كبيره. هلا في علاج اسمه الايمينوثيرابي، يعني علاج بيرجع بيشجع المناعه عند المريض، كمان هلا فايتين باختراعات واكتشافات بهالمرض، ومع كمان نسبه كبيره انه قسم كبير من هالادويه راح يزيد نسبه العلاج. يعني نحن هلا اذا بتساليني قديش في نسبه علاج بالسرطان بقول لك 70%، يعني اذا اخذنا 100 مريض شو ما كانت الدرجات تبعولهم شو ما النوع، في عندنا 70 على 100 عم بيشفوا بالعلاجات الموجوده هلا ضمن الجراحه والاشعه والعلاجات تبعنا. طب نسبة الشفاء عند الأطفال عم بتزيد؟ أكثر بكثير، ما هو نحن على طول لما بنحكي عن الشفاء عند الكبار بنفكر حالنا الإيديال تبعنا هو الأطفال، بنعطي مثل قديش الأطفال بيشفوا. بس بيقولوا السرطان عند الأطفال ممكن يعود على كبر، مظبوطة؟ لا مش ولا شوي، يعني إذا مش هيك، إذا بدك اللي بيشفى من أي سرطان عن صغر أو عن كبر
عنده نسبة انه يعمل سرطان تاني بحياته، لانه في عنده خربطة بقلب النواة جوا. نعم. بس هالنسبة ضرب 5-6 بالنسبة لغيره. نعم. يعني عنده خطر اكتر من غيره، مش يعاود المرض زيته يعمل سرطان تاني. واجمالا هالسرطان التاني يا ما له علاقة ابدا ابدا باي شيء بالماضي، يا انه له علاقة بالادوية اللي اخدها. يعني كان الادوية اللي اخدها اللي هي كانت عم تقتل الخلايا، من الازعاج تبعها انه بعد 20-30 سنة بتزيد نسبة ظهور سرطان تاني، ولكن مقابل الشفاء اللي صار هالنسبة منا كتير مهمة. معنا اول اتصال جلال من غزة. الو. ايوه، اهلا وسهلا فيك جلال. يا هلا. تفضل. والله انا بدي اسال الدكتور، انا عندي كانسر بالدم سي ال ال، واخذت جرعة كيماوية يعني ما يقارب 10 جرعات، احدى الجرع اسمها فلودرابين. نعم. واخذت لبثيرة، وهلقيتها لازال يعني عندي. هل المرض هذا يعني بيضلوا على طول؟ يعني اللي 5 سنوات فيه، ولا في منه شفاء؟ فينا نعم. نسأل الأخ جلال بس سؤال أصلا ما فينا نسأله للنسوان، قديش عمرك؟ عمري الآن 68 سنة عقبال 100، لأنه فيك توصل على 100 حتى لو معك سي ال ال. نعم. إذا ناوي تعمل غير شيء. فمرض السي ال ال مرض مزمن، مع الأدوية الموجودة هلا. يعني أنت أخذت علاج اسمه مبتيرا، هو اللي أهم علاج بهيك وضع، في معه فلودرا وأندوكسون، ولكن هلا إذا بدك حاليا صار في كمان تحسن بالأدوية، صرنا نعطي مبتيرا مع دواء ثاني، صار في أدوية جديدة حتى حتى حبوب للسي ال ال، يعني صار في تقدم كثير بهالمجال هيدا. والمريض في ما بدي اقول له يشفى، يعني السي ال ال هو مثل السكري والضغط، المرض المزمن. يعني المريض بالاخر ما اذا اعتنى فيه ما راح يموت من هالمرض، راح يموت من العمر او اي سبب ثاني بعد عمر طويل. فالعلاج اللي اخذه مزبوط بيعطي نسبه طويله، يعني نوع من الشفاء او نوع من كنترول للمرض، تحكم بالمرض لمده طويله. اذا صار في عن جديد الارقام رجعت، الدم تخربطت، في عنا علاج حبوب بعد طلعه، يعني ما عم نلحق على السي ال ال قديش في ادويه جديده. نعم. فمنطمنه. شكرا لاتصالك جلال وسلامتك كمان بروفيسور. حنتوقف مع فاصل صغير، انت باقي معنا، وبنرجع بنتابع معكم مشاهدينا. Enraciné, orienté vers le futur. CEDAR. حفلات عيد الأضحى 2015 في القاهرة. روتانا تقدم الجمعة 25 سبتمبر. الفنان ماجد المهندس. انت بدرب وانا بدرب، ما نلتقي كل الصعب يا حب يا حب. كلها كذب. لا لا ولا لا. الفنانة إليسا في فندق سامراميس انتركونتيننتال قاعة كليوباترا القاهرة. للحجز الرجاء الاتصال على 00-202-27-9888 00-966-558-66-138.
مين صار عنده احلى تي في؟ واي ماي اتش دي، ماي اتش دي بقدم لك 57 محطة منهم 46 عالية الوضوح، يعني اتش دي مع ريسيفر لمدة سنة. بدك يعني شوف نفس المحطات على شاشة أكبر؟ يا عيوني. اشترك وشاهد 46 قناة اتش دي مشمولة مع جهاز الاستقبال لمدة سنة على عرب سات. اتصل بماي اتش دي. ماي اتش دي، الفرق واضح. الفنان نايف البدر يطلق ثلاث أغاني جديدة، دقة قديمة. من يفهمك يا قلب هذا زمان، كنت على مقيل دقة قديمة. أبتعد دام غيري كمل الباقي. ما عرفني مدري سوى ما عرفني. تجدونها حاليا على موقع iTunes.com وأنغامي.com. إنتاج روتانا. حفلات عيد الأضحى 2015 في الكويت. روتانا تقدم ثاني أيام عيد الأضحى، الفنان عبد الله الرويشد. أحلم وأنا نايم بعصفور غرق. الفنان مطرف المطرف. لبيه يا فؤادي. الفنانة شمة حمدان. اللي يحضرك في فندق الكراون بلازا، قاعة البركة، الكويت. توك، البرنامج اللي بينفرد بنقل اخر صيحات الموضه واهم ابتكارات المصممين بالتعاون مع شركه فاشن تي في العالميه. كاتووك يوميا الساعة 11 المساء على الال بي سي. مشاهدينا بعدنا مكملين معكم، إذا كان عندكم أي سؤال ما تترددوا تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام، أو تتصلوا فينا على الأرقام اللي ظاهرة قدامكم بأسفل الشاشة، وكمان فيكم تبعتوا أسئلتكم على أرقام الواتساب اللي عم بتشوفوها قدامكم. بروفيسور جوزيف قطام بدي أجي أرحب فيك من جديد. دكتور، بالنسبة لمرض السرطان كثير نحن بنسأل بيننا وبين حالنا، هل هو وراثي وهل فعلا فينا نتوقع منه؟ السؤال الوراثي مظبوط، في قسم وراثي، ولكن هالقسم لا يتعدى 10%، هي على طول بننساها، يعني أغلبية الحالات هي سبوراديك يعني تجي بالصدفة. ولكن قد ما عندنا صار نسبة عالية من السرطانات الموجودة عالميا، والسبب لأنه نحن عم نعمر أكثر، والسبب لأنه يمكن في أسباب بنجهلها أكثر، ولأنه الوفاة من القلب قلت، فصار في عنا حالات مرضية أكثر، لدرجة أنه في بنفس العائلة نحس أوقات حالات معينة وهي محط صدفة. فنسبة الوراثة هي بس 10%، يعني في حالات معروفة بالنسبة للثدي أو للرحم، يعني دائما بنربطهم أنه هو الوراثة. ثدي ورحم والمبيض بينربطوا ببعضهم من وراء شيء بالكروموزوم، صار فينا نفتش عليه، اسمه بركوان بركتو. في عنا كمان مثلا امراض غريبه هي لوسيمي مع ورم بالراس. فتش عليه قصدك انه ممكن نعرف نعمل فحص؟ نعمل فحص بالدم. أوكي. فحص بالدم عند العائله المشكوك فيها. حدا حينصاب اذا بعائله مشكوك فيها، يعني حدا كان عنده ثدي، بس بده يكون اكيد في شويه شروط، يعني يا درجه اولى، يا حدا منهم عنده اقل من عمر الخمسين، يا انه في بيت رحم مع ثدي بنفس العيلة، يا أنه بنفس الشخص في عنده ثديين. يعني ساعتها في عنا أشياء معروفة بتوجهنا أنه انتبهوا هون، يعملوا فحص البركة 1 بركة 2. طيب في أشخاص يمكن ما عندهم حدا بعائلتهم بس حابين يطمنوا بيقدروا يعملوه؟ ما كتير مننصح فيه هيدا، إذا ما في شيء بيوجهنا، لأنه يعني في دراسات أنه بتقول هيدا الفحص إذا كترنا منه مش بمحله بيخلق قلق أوقات مش بمحله. فأكتر شيء بأمريكا لدرجة أنه في عيل لقوا فيها هالبركة 1 بركة 2، اجتمعت هالعيل وأصلهم يهودي، اجتمعوا هالعيل وقالوا، بس السبب مش تيوفروا مصاري،
اجتمعوا تيقولوا نحن ما بدنا نعرف بقى حالنا لانه عم تخلق لنا مشاكل. اذا المرأة بدها تعرف انه عندها بالمستقبل بده يصير شو لازم تعمل، تعمل هلا بما انه نحن هلا ما عندنا دواء يصحح البركة وان البركة تو، ففي ناس بيتجنبوا يعملوه. ونحن اصلا بالعيادات تبعولنا كثير بيجوا بيسالونا انه انا بشك وشو مانع يا حكيم خليني اعمل. نعم. لو شكين لو شك مش كبير، نحن بنقول لهم انتم مستعدين في حال طلع بوزيتيف تعملوا كذا كذا، تعملوا عمليه استئصال بيت الرحم قبل بوقت، او تعملوا يمكن عمليه للثدي او ماموغرافي واي ار ام بشكل مستمر وتقعدوا تحت هالستريس. فعلى طول بيصير في تردد، يعني مش بالهين بنطلب بركة 1 بركة 2 الا اذا في عندنا عوامل بتسبب اسباب وراثيه او مين. او غير. وهيدا فحص دم، دم يقام فحص دم بسيط عادي. هلا ليش ما مين ما كان بيعملوا وبيوصفوا الحكيم العادي؟ لانه حقه بال $2000 تقريبا او 1005 بينعمل من زمان، كان بالجامعه اليسوعيه، هلا صار في شركات تبعت لبرا تعملوا برا. ف بينطلب بس مش قد ما الناس مفكره انه لازم نطلبه على الطالع والنازل. هيدا بخص الثدي، كنت عم بقول انا في امراض ثانيه اوقات بعيل بتلاقي انه حدا هو وصغير عمل لوسيمي مثلا امراض بالدم، حدا تاني بالعائله عمل مرض براسه وعملوا مرض الغده فوق الكلوي، يعني امراض نادره. أوكي. كمان في سندروم بيجمع هالشيء اسمه الليفروميني، فينا نفتش عليه. هلا اكيد بصعوبه اكثر لانه مش بكل العالم موجود الفحص تبعه، كمان لازم نستنتج. يعني اذا انا بجمع لك هودي كلهم وامراض المصران، لانه يعني في مرض بالمصران هو الالياف، في عيل فيها ألياف بالمصران بيتحول هالعيل كلها، يعني لازم الإخوة كلها تعمل فحوصات. في مرض اسمه مرض الألياف العائلي، في مرض اسمه مرض العائلي للمصران بلا ألياف، فكلهم بيجمعهم بيطلعوا 10% من الأمراض. نعم، معنا اتصال عليا من لبنان. ألو، تفضلي عليا، أنت معنا على الهواء. إذا بتريدي تفضلي. إذا ألو، مرحبا. مرحبتين عليا، تفضلي. ايه، بدي اقول لك انا معي كان من شي سنتين وجع مخص بطن كثير قوي. ايه، انا عندي روماتيزم وعملت كل شيء فحوصات ما بين معي شيء، انه بالفحوصات الدم والمبولة وكله صوره تخطيط كل شيء للمبولة ليعرفوا من شو انا باخذ. بلكانيل كانت للروماتيزم وبعدني باخده. فبعد منها تحولت عند حكيم جهاز هضمي، عمل لي طلبت لي دكتورة الروماتيزم صورة تخطيط للبطن، ما بعرف شو هي الصورة. نعم. قال لا بنعمل ناظور للمصارين، بين في تواليل بالناظور، عملت 18 تلولي بس طلعوا نضاف. فاخر مرحلة من عند المخرج لقى تلولي شك فيها، عمل زرع طلعت نظيفة. بس هلا عم شوف انه رجعت في تلول مبينة ظاهرة صايرة وعامل لون موف اسود، هل انه هذا الشيء بخوف او لازم اعمل زرع مرة ثانية؟ قال الحكيم هول ما بيأثروا، كل انسان عنده يوم. بس ما رجعت لما شفت هيدا على باب المخرج، شو ممكن يكون هيدا؟ واذا في داعي اني اروح عند حكيم، ولا بلشت عم تعمل لي حريق بسيط؟ نعم، شكرا لاتصالك علي، اكيد بروفيسور حيجاوبك. هلا نحن حكينا عن شيء اسمه بوليبوز فاميليال، فاميليال بوليبوزيس، يعني هودي مش خمسه ست عشر توليل بالمصران، هودي بيكونوا بالمية وما فوق ومنتشرين من المصران من تحت لا حتى المعده. فاجمالا بتكون بالعائله، يعني ما في حدا ما بيعرف حاله لانه عائلته، يعني على طول العائله بيكون بيعرفوا بعضهم من الجد انه بوليبوز فاميليال. ولكن البوليبوز اللي عم تحكي عنهم ست عليا في كتير عندهم اياهم، واذا مين ما كان لقطناه وعملنا له ناظور لحرق اثنين ثلاثه بوليبوز، بس يتلاقى جهاز الهضمي الطبيب شغلته انه يجي يشيلهم ويفحصهم، واجمالا بيطلعوا بسيطين جدا. واجمالا يعني بنضلنا نحن عند حكيم الجهاز الهضمي، هو اللي بيقرر كل ايمتى بده يكرر المنظار تيرجع يراقب هالبوليبوز. اوقات كثير ممكن يعيد منظار عندها بعد سنه يرجع الا ما في شيء، فاذا خلينا كل خمس سنين كل عشر سنين بس ما في يعني شيء. يعني هن اجمالا هول التواليل بيكونوا نضاف، منهم ما بيخوفوا اجمالا يعني. اجمالا نضاف حتى اذا عم تحكي كانت عليه بالنسبه للونها كمان، انه لونها لا كان ما لها ما لها ما لها دخل ما لازم تعرفنها. بس ولكن نحن بنعرف انه اي بوليب، يعني كان بالمصران او بالمبولي، اي بوليب لازم ينشال لانه عنده خطر تحول اكثر من
اكثر من النسيج العادي. يعني اي بوليب لازم ينشال، بس اذا انشال لا بيطلع شيء محله ولا في لزوم نعمل وقايه معينه. نعم. طيب بروفيسور، في كثير اطفال بيخلقوا معهم مرض السرطان، ليش؟ لانه هون القسم كبير بيكون متوارد شيء، يعني هون في قسم اللي بيدخل فيه 10% اللي وراثي، في قسم كبير من الجين، يعني اوقات نحن صرنا نعرفهم شو هن هالجينات اللي بتعرض، في قسم بيجي معنا وراثي بس تيبين بده يكونوا الاثنين ادي ان اثنيناتهم مكسورين، لان تيصير في خلل. أوكي. تجي وحده والثانيه مكسوره، الثاني لا، الثاني شو بيصير فيها؟ الثاني ضمن حياتنا بنتعرض للدخان، اذا بالنسبه للريه نتعرض للمرض لارحب المعده، بناكل كثير لحمي على المصران وكثير دهني على المصران، فنحن وارتين شقفه صغيره وامنا كملنا هالتكسيره بالتكسير القسم الثاني من الدي ان اي، كسرناه ضمن اللايف ستايل تبعنا بالحياه تبعتنا. نعم. عند الطفل في قسم من الاطفال بيخلقوا عندهم الاثنين بران القضيبين تبع الادي ان اثنيناتهم مكسورين بنفس المحل، فبيطلع عندهم يا ورم بالعين يا ورم يا اورام بالدم، بتقولي هيدا بعد ما شاف شيء، بعد ما تعرض للاسباب اللي عم نحكي عنها، هودي بيكونوا وراثي عن صغر. طيب هون الدخان قد ايه بيلعب دوره بالامراض، وقد ايه كمان المراه اذا كانت حامل وعم بتدخن كمان قد ايه بياثر عليها او على الجنين؟ هلا المراه الحامل والدخان بياثر على نمو الجنين، بياثر عليه بالمستقبل، يعني كبره او حجمه او صحته العامه، بيخلق ضعيف. ايه بس انه ما في شيء انه بيقول دخان المراه بيعطي سرطان عند الجنين، ولكن بيعطي سرطان عند المراه مثل دخان الرجال، ان كانت حبلي او مش حبلي. فالدخان معروف، مش انه يمكن وباركي، لا، علميا في عنا اثباتات شو هن المواد المسرطنه اللي عم نتنشأها، اللي هي حوالي طلع شيء 1000 نوع تقريبا بقلب الدخان، بنسميهم شو اسميهم، وهالمواد هيدي كل وحده شو دورها بالخلايا اللي بقلب القصب الهوائيه وبقلب الرئه. كمان في عنا تنزل بالبول وبتاذي المبولي، بتاذي غشاء المبولي، كمان بنعرف شو هي. فالرابط بين الدخان والسرطان مش انه يمكن وباركي، على الاكيد عندنا نسبة 25% زيادة سرطان الرئة، 25% المبولي، فهذا من الأسباب، يعني أكثر سبب واضح صار أنه هو مسرطن. نعم. غير اللي قلنا حكينا عنه قبل شوي، قلنا الأسبست وغشاء الرئة، فقليل ما عندنا هالقد إثباتات. بالنسبة للدخان في إثبات أنه هو سبب. نعم. خلينا ناخذ اتصال زينة من لبنان. ألو. ألو. أهلا وسهلا فيك زينة، تفضلي. ألو. نعم زينة، عم نسمعك. ايه بدي اسال سؤال للدكتور. تفضلي. تفضلي. الو. ايه نعم، تفضلي. تفضلي تفضلي. بحكي على التليفون. نعم زينة، تفضلي عم نسمعك، شو بتحب توجهي سؤال؟ بدي اسال الدكتور انه انا عندي الو. زينة عم نسمعك. انا بطرحي السؤال ونحن عم نسمعك. ايه عم بحكي. ايه. تفضلي. الو، عندي بلاكيت. نعم نعم. عندي بلاكيت عاليين. الو، عندي بلاكيت عاليين. صح. قديش الرقم؟ بتعرفي قديش؟ ايه الرقم، بعد ما عم باخذ دواء بيوصل على 800، بس انا عامله كل الفحوصات طلع عندي ترومبوسيتيمي اسونسيال، يعني ما عندي كانسير. صح. صح. بس هيدا يمكن مكتشفته من 17 سنه. نعم. بس هلا اللي زعجني انه الدواء عم باخذه عم بينزل البلاكيت ل 800. نعم. بس عم بينزل لي معه عم بينزل مثلا الايموجلوبين، عم بينزل الايماتوكريت لهذا الدواء، وبيقولوا لي ما في غيره. طالع في دواء جديد بينزل البلاكيت بدون ما ينزل الايموجلوبين والايماتوكريت معه. هلا هي عم تحكي عن مرض. نعم. مش ملنا ان احنا معودين بالدم يكون الامراض واطي، يعني فقر الدم. أوكي. الدم الاحمر بيوطى، او اذا بدنا مشكله بالسيلان البلاكيت بيوطوا. نعم. فست زينه اسمها، ما هيك؟ نعم. البلاكيت عندها اكثر من العادي، يعني اذا البلاكيت 300 الف عندها هي
كانوا فوق المليون، بس يصيروا فوق المليون معناتها عنا حالات تجمد بالدم، يعني الدم بيتجمد بقلب الشرايين وبيصير في عنا خطر نزيف او خطر بالعكس تسكير وبالراس جلطات وغير قصص. فلازم نعطي دواء يخفف من فبركة نخاع العظم، الدم بيتفبرك بنخاع العظم بقلب بقلب العظم. فهالدواء هيدا ما راح نسميه شو هو، اكيد اللي عم تاخذه هي المدام، مع الوقت يا بيصير بدنا كثير حبوب يا بيصير يأذي غير أدوية. نعم. ففي دواء ثاني كمان، يعني هلا فينا نقول اسمه اجريلين مثلا، هيدا بينعطى مع الدواء اللي عم تاخذه كمان راح نسميه اسمه ادريا. بيصير نخفف من هيدا، يعني نوع من الروسيت اذا بدنا بالطبخ، بنصير نظبط الدوز تينزلوا البلاكات وما يتأذى الأدوية الباقية. وحتى كمان في أدوية تانية يعني في فحص اسمه جاك 2 كمان بالدم فينا نفحصه، وبالمستقبل جاي علاج خصوصي للجاك 2 اللي حكينا أنه في شيء اسمه تارجت ثيرابي، يعني العلاج الموجه. هودي كلهم قريبا جايين، يعني كمان مرضى قريب على اللي اتصل فينا من فلسطين، أنه هالأمراض اللي صرنا عم نتحكم فيها وصارت مزمنة، يعني 70% اللي حكينا عنهم أنه البطل يموتوا. نعم. بروفيسور، شو اكثر امراض سرطان منتشره بلبنان؟ هلا نحن بلبنان تقريبا عندنا نفس نسبه اللي بيحتلوا الدرجه الاولى، نفس النسبه اللي هي بالغرب، يعني عند المراه هو الثدي بالنسبه للدرجه الاولى، وعند الرجل هي البروستات. هلا شو الفرق بيننا وبين الغرب او بين الدول المتطوره اكثر اذا بدك؟ عند المرأة ما في كتير فرق، عند الرجل في فرق. شو هو الفرق اللي عنا إياه؟ البروستات صحيح هي رقم واحد، بس الرواية قريبة كتير عليها، مش لأنه عنا كتير ريا، لأنه البروستات ما عنا كتير، لأنه نحن عمرنا صحيح معدل الحياة عنا فوق 70 بس منه قد 90، والبروستات هي بتجي عن كبر. فنحن درجة أولى البروستات، وراها دغري مش كتير فرق سرطان الرئه عند الرجال. وبيرجع على المصراع لبنان مدخنين كثار، مفروض انا وقعت لي روايه. لا لا، الرئه لا كعدد. هلا السؤال الثاني كوفاه، هون الابشع، يعني نحن عم نحكي كعدد، الثدي هو رقم واحد عند المراه والبروستات هي عند الرجال، ولكن كسبب للوفاه عند الرجل هو سرطان الرئه وعند المراه هو سرطان الثدي. فنسبه الوفاه لانه اخطر، يعتبر اخطر بكثير من البروستات، فمشكلته مش بس انه بيجي رقم ثاني سرطان الرئه، بيجي رقم ثاني ولكن بخطوات بعيد عن البروستات كسبب اول للوفاه. وسرطان الدم قليل منتشر، اللي نحكى عنه هلا بالامراض اللي حكينا عنها نسبتهم يعني 10% اجمالا، مع الدم الخبيث وبيضاد الدم واللوكيميا والقصص كلها نسبتهم مش كثير كبيره. بيرجع في عنا سرطان المصران، كمان كنت بدي اقول شغله عند الرجل، كمان الخلاف عن الغرب هو ارتفاع نسبه سرطان المبولي. ظاهره بلبنان وموجوده هالظاهره، بس كتبنا عنها السنه الماضيه بالفرون، كتبنا عنها بس كتبنا عنها، لحقونا بايران كتبوا مثلنا نفس الشيء انه مزبوط. نحن بهالمنطقه عندنا سرطان الثدي كثير عالي، سرطان عند الرجال سرطان المبولي كثير عالي، وسرطان اللي بقلب الكلوي سيج المبولي تابع للمبولي. نعم. لانه يمكن نحن مندخن كثير او لانه في ارجيله عندنا وقلنا نحن سرطان المبولي شو عوارضها بتكون؟ هلا ما في عوارض خصوصي لها، بتشبه التهابات البول لانه في قطش البول، بتشبه بحصه لانه في ينزل دم، بتشبه وجع البحصه، يعني الاوجاع كلها اللي بتصير بالجهاز البول مشتركه على الكل، ولكن اهم شيء بس يصير اي عارض بول اجمالا ما في مشكله، اجمالا بيروحوا يستشيروا، يعني اي عارض عند الرجال اكثر شيء التهابات وحريق وكذا اجمالا بيروح يستشير. فبيشبهوا بعضهم، يعني ما في عارض خصوصي لسرطان البروستات او خصوصي لسرطان المبولي او خصوصي لسرطان الرئه. اوكي. كل العوارض اللي بتشبه بعضها اللي اذا عوقت اكثر من العادي بشوي مفروض نستشير الطبيب. نعم. طيب التلوث اللي بيصير من وراء الدواء الكهربائي، هل هذا الشيء بيسبب كمان بالسرطان؟ هلا هو بيسبب باكثر مش، يعني نحن اكثر شيء بيعانوا حكم الرئه
من ضيق النفس ومن الاسم ومن عوارض اللي مثل الاسم، ولكن كسرطان اللي بنعرفه نحن انه سرطان بيزيد محل ما في تلوث، ولكن ما بنعرف قديش الرقم. يعني اذا واحد بدخن مع تلوث عنده سرطان بيزيد، اذا بدخن مع التهابات متكرره للرئه كمان سرطان بيزيد. يعني على طول في عندنا عامل ما بنعرف قديش دوره، ولكن التلوث له دخل. نعم. بروفيسور كمان حنتوقف مع فاصل صغير، نرجع نتابع معكم مشاهدينا، بس هلا حنبقى مع نصيحه من الشيخ الدكتور فؤاد العريس ونصيحه عن الحج. أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات توجيهات الحج. اليوم رح نتحدث عن موضوع هام جدا، ألا وهو الاستعداد النفسي للحج. بحلقات سابقة تحدثنا عن الاستعداد الصحي الجسدي، لكن اليوم في عنا استعداد من نوع آخر، ألا وهو أنا رايح على الحج، أنا رايح إلى الصفاء الروحي، أنا لازم أن أكون مستعد نفسيا لهذه الرحلة المجيدة. للحقيقة كل حاج مقبل على الحج، عازم على الحج، يجب عليه أن يصفي قلبه قبل ذهابه، يعني قبل ما يطلع من هون. يعني شو بيعمل؟ عليه أن يستسمح من الآخرين، كان عنده مشاكل، كان عنده خلافات، كان في عنده بعض التوترات مع بعض الأشخاص، خلي يروح ويزورهم، خلي يطلب منهم يخبرهم أنه هو رايح على الحج ويستسمحهم، هيك أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا الخطوة الأولى أنه أذهب وأنا قلبي صافي وأنا مرتاح من جهة كل أصحابي ومعارفي وأهلي وناسي الموجودين عندي في بلدي. هذا واحد. اثنين، وهناك أحتاج أيضا إلى إعداد نفسي. لماذا؟ لأن هذه الرحلة تختلف اختلاف كلي عن أي رحلة أخرى ممكن أن نروحها. أنا بروح على أوروبا، بروح على سياحة، بروح على، بكون أنا براحتي ورايح على محل برتاح فيه، وهون أيضا رح أرتاح. لكن هون المشكلة أنه ما بس أنا وحدي اللي رايح أرتاح، في عندي مئات ألوف الآخرين، لا بل عندي لعله ملايين الآخرين اللي مثلي رايحين يرتاحوا نفسيا ويبلغوا مستوى العالي من الصفاء الذهني مثلي بنفس المكان وفي حيز ضيق من الزمان. فإذا علي أن أتنبه وأحضر نفسي أنه سألتقي مع عدد كبير من الناس. فإذا واحد، هناك زحام شديد، أحضر نفسي لهذا الزحام. اثنين، عندي تنقل سريع، مش وحدي، أنا ومئات الألوف من الأشخاص نتنقل كلنا سويا من مكان إلى آخر. فإذا بدي أتنبه إلى ما أسميه بالحيز المكاني الخاص بي. يمكن أنا عندي ببلدي حيز المكان الخاص واسع جدا، لعله من 5 أمتار إلى 5 أمتار ما حدا يقرب علي فيه. أما هناك فأوطد النفس أنه حيز المكاني حيكون فقط نصف متر إلى نصف متر، ولعله ببعض الأماكن أضيق. فإذا أهيئ نفسي من الآن، ضاق علي المكان، سيكون المكان ضيق، فشو بعمل؟ بكون متسامح. إذا ما حدا لكشني من هون، حدا حسيته أنه ضيق علي من هون، أكون متسامحا. وسيأتيني حال من الاستفزاز، لعله من أي شخص ما أراد استفزازي، لكن أشعر بالاستفزاز فأوطد النفس على المسامحة. إذا كنت من الآن وطدت نفسي أنه سأكون متسامحا مع الجميع، يكون حجي سعيدا مرتاحا، وأحتسب ذلك عند الله عز وجل. بقول أنا أسامح، أنا أسامح، وخذ بقى على أجر عظيم تحصله نتيجة غلبتك لنفسك التي تقول لك اغضب اغضب، فأنت تقول لا أنا أتسامح أنا متسامح. أعزائي المشاهدين أتوقف عند هذا الحد، وإلى الملتقى في حلقة أخرى جديدة من توجيهات الحج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Live more with the new collection in stores now. Pro Concept, urban Danish design since 1952.
حساسية سنين شيء كتير ثقيل بس واحد يمرق فيه، لأنه بيحد لك كتير من حريتك بالأكل. بحثت عن حكيم ونصحني بسنسوداين، وثق فيه لمعجون أسنان لأني جربته. ترجع إنه ثقتك بحالك وبرفقاتك وبحياتك الاجتماعية. مين صار عنده أحلى تي في؟ وي ماي اتش دي، ماي اتش دي بقدم لك 57 محطة منهم 46 عالية الوضوح، يعني اتش دي مع ريسيفر لمدة سنة. بدك تاني شوف نفس المحطات على شاشة أكبر؟ يا عيوني. اشترك وشاهد 46 قناة اتش دي مشمولة مع جهاز الاستقبال لمدة سنة على عرب سات. اتصل بماي اتش دي. ماي اتش دي، الفرق واضح. في صحافة وهيك بتكبر القصة أكتر وبتكبر المشكلة أكتر. مش هرد، أنا بنتي أنا حر. البسي، أنا حذفت لها مشاهد دي، حذفت لي الفيلم كله. أحطك على فشلة تزعيلي. أنت عايزة أقول حاجة معينة؟ أنا مش قد أحمد سعد، أنا غير قابل للمنافسة. أول من هدد بالقتل من فضل شاكر هو أنا. أنا بعتبر إن حياتي الخاصة أوضة نومي، بدي أفتح أوضة نومي وأدخله. أوف، أنا أقصر في كلام أغنية؟ قولك أنا خطفت نجوم. بعد كده اللي عايز بوسه يسألنا أنا الأول. اعترفت قبل ما أدخل على فكرة، من فضلك احترمي نفسك. لو أنا قلتلك دلوقتي أنت قللت الأدب. انذار. مصارحة حرة الأربعاء الساعة 9 المساء على الـ LBC. مشاهدينا بعدنا مكملين معكم، وبعد البروفيسور جوزيف قطان موجود معنا. إذا كان عندكم أي سؤال ما تترددوا تتصلوا فينا على الأرقام اللي ظاهرة قدامكم بأسفل الشاشة، أو تواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنستغرام وتويتر. بروفيسور بدي رحب فيك من جديد. في سؤال وصلنا على الواتساب لشخص عم يسألنا إذا المياه الملوثة هل فعلا ضمن الدم؟ لا، ما في شيء بيثبت انه مياه ملوثه بتسبب سرطان الدم الا اذا عم نحكي تلوث بالاشعاعات. نعم. وهيدي مش هيدي، يعني اذا اشعاعات اكيد، يعني في شيء راديو اكتيفيتي، حد شيء منجم، حد شيء معمل، او 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 بتكون مياه طالعه من شيء معمل في راديو اكتيف تتبرد. دونك هيدي في مجال تسبب سرطان الدم، ولكن مياه ملوثه عم نشربها اللي بتعمل اسهال او بتعمل حراره ما الى سبب، يعني ما الى رابط مباشر، ولكن بنعرف انه كتر الاسهال مثلا او كتر الضرر من بكتيريا بالجهاز الهضمي فيها تسبب نوع من الامراض السرطانيه بالجهاز الهضمي اللي منها لينفوم. يعني بس بهالخانة انا بحط الرابط بين مياه ملوثه بكتيريا و طب سرطان البنكرياس كمان يعد من اكثر السرطانات المميته. يعد من أكثر السرطانات المميتة وعليه أبحاث كثيرة. 2015 اللي صار اليوم كمان عملنا دراسة في نوع من خلطة الأدوية اللي معروفة بس صارت عن جديد، انتشرت بال 2010. إمنا عملنا الخبرة تبعيتنا بلبنان على هالعلاج عند المرضى اللبنانية، وتبين إنه عنا نسبة تحسن مش شفاء، يعني عم نربح وقت عم نخفف عوارض، نسبة تجاوب مع العلاج أكثر بكثير من التجاوب اللي قروا فيه بأوروبا بالمنشورات تبعيتهم. فكمان هيدي بتقول إنه نحن يعني كشعب يمكن بالشرق الأوسط نكون مختلفين شوي عن الأوروبية. فالعلاجات اللي بيستعملوها هن إذا نحن طبقناها مزبوط عنا عم تعطي نتيجة أحسن. وكمان في شيء بيطمن بالبنكريا، صار في أو في دراسات كثير عم بتصير من ضمن العلاج الهداف، من ضمن العلاج اللي متركز على الADN، دراسة النواة جوا بالبنكريا، لأنه البنكريا هو مرض بشع، مرض خطير يعتبر. نعم. في كمان بروفيسور علاج اللي عم يقولوا عنه الفريزينج، قد ايه عم بيلاقي هذا الشيء نجاح؟ الفريزينج يعني كريوثيرابي، عم يمكن لأمراض سرطانية معينة، يعني بيقولوا انه بينعمل لهالمرض الخبيث او السلز الموجودين بينعملون فريزينج، ما ضروري يلجأ واحد للعملية. هودي العلاجات انا بقول
اخطر شيء ما نفسرهم مظبوط، يعني لازم نفسر شو هن. تبريد الخلايا يعني كريوثيرابي او هيت ثيرابي، يعني انا وجهت يا اشعه بتسخن، يا اشعه بتبرد، يا اشعه صوتيه بتكسر. هيدي طريقه قديمه فاشله، يعني بالعلاجات موجوده الطريقه من 40-50 سنه، برهنت انه شغله موضعي مثل الجراحه. يعني الجراحه بتقوم بتشيل الخلايا، شوي المرض بيرجع بغير محل. ما هي صعوبته، منه المرض موضعي. فهودي علاجات موضعيه فيها تحل محل الجراحه، فينا نستعملها بكم حاله المريض ما بينعمل له جراحه، يعني على 1000 حاله بيطلعوا 2 و3. نجي بلبنان حدا بيجيب المكنه بيستغلها اخترعوا دواء جديد وجابوا مكنه جديده. يا عمي ما هيدي موجوده من 30 سنه وفاشله، وقانونيا ما بيحق لنا نعمل لها اعلام. يعني نحن عندنا كم طريقه بنستعملهم هالطرق، ما بقول لا، ولكن على 100 حاله 2 و3 بس بيزبطوا عليهم، والبقيه حرام. طيب دكتور، بتعرف هلا بينتهي فصل، ببلش فصل الشتاء، وكثير عالم بتتجه للسولاريوم بس ليحافظوا على لون بشرتهم. قد ايه السولاريوم فعلا بشكل خطر على الشخص وبيتسبب كسرطان؟ هلا المصيبه بالصيف وقت الشمس، كمان تعرض للشمس كثير قوي بعز الظهر، بعز اشعه الشمس يعني بين الساعه 11 والساعه 4، كمان كثير بشعه، وهيدا بيعرض لسرطان الجلد. والسولاريوم مش نحن عم نحكي مثل الامات وقوع، يعني عم نحكي علميا. سولاريوم كمان تبرهن انه ترافيولي اللي بتنعطى بالسولاريوم بتسبب سرطان الجلد. فشو بدنا اكثر ما يعني نمنعها، انه بدنا المفروض يمنعون للي عم بيعملوا سولاريوم، يعني مثل الدخان نفس الشيء. فحرام النسوان يروحوا يعملوا سولاريوم. نعم. دي حلوه حلوه ما لها دخل. دكتور، في سؤال وصلنا على الواتساب عن شاب اصيب بسرطان الثدي. قد ايه هذا الشيء؟ يعني قليل ما نسمع عنه اصلا. في نسبة على 100 مرة نسبة رجل، يعني في واحد رجال على 100. وما هو الغدة الثدي موجودة كمان عند الرجل. الحسنات اذا بدنا انه منا خطرة كثير بتكون عند الرجال، كثير هينة تنلقط لأنه دغري بحسها. بعدين حساسي على الهرمونات، يعني في حبة وبصح، مشان هيك اذا في الحالات نادرة قلنا واحد على 100، وما بندفع فيها لانه بصح. بس شو العوارض بتكون؟ بده يحس شيء قاسي او الحلمي نزلت شيء، وعلى ميلي وحده. مشكل يعني بدنا ننبه نحن انه ما ننسى بعمر المراهقه في الحلمات عند الرجال، حتى بيقسوا شوي وبينزلوا شيء على الميلتين هودي. ولكن عن كبر حس دس شيء قاسي تحت الحلمي او بعضله صدره، بده يجي يتوجه لعند اي طبيب صحه ويطلب له ماموغرافي مثل عند المراه، ونشوف انه فيها شيء بالمنظر هل او ايكوغرافي انه هل تورم، في شيء خبيث. بتنعمل عمليه وبياخذ حبه وراها وبيشفى. مع انه قليل ما نسمع فيه عند الرجال، هل هذا الشيء بسبب الخجل يمكن؟ ما لا، مش بسبب الخجل، لانه بصحه. ما هو اجى اجمالا لما بنسمع نحن انه يي هودي عندها كانسير وشغلات، وبنصير نعدد قديش بالحي وقديش بالطريق في سرطان، هودي اللي عم نسمع فيهم المش صاحين. اللي صاحح ما بيحكي، مثل ما قلتي يعني بعد قصه تابو، يعني ما ضروري يخبر، واذا بضلهم مد ما يخبروا، اذا شفوا ما بيخبروا لشو تيعرفوا. نعم. 100%. بروفيسور، فاكسان عن الرحم قد ايه مهم للبنت؟ لانه انا بعرف بده يتاخذ بعمر صغير، وقد ايه لازم كمان نوعي العالم على هذا الفاكسان؟ هو كعلميا اكتشاف مهم، انه البابيلوما فيروس، هالفيروس عرفناه شو هو السبب، عملنا له فاكسان. بس هيدا الفاكسان يعني هالايمينوثيرابي، هالعلاج المهم كتير مهم بعالم محل ما في عندهم البابيلوما فيروس منتشر، ومحل ما في عندهم وقاية وأطباء اختصاصية للأمراض النسائية تعمل لهم فحوصات مخبرية وتعمل باب سمير. يعني كتير مهم هيدا بالهند، كتير مهم بالبلاد اللي فيها سرطان عند الرحم منتشر. بلبنان أو بالعالم اللي عندنا أطباء نسائية، وكل النسوان وأنت وولادك والحواليك كلهم عم بيزيروا حكيم نسائي، منه كتير وقعوا على الطب العام أو على مجرى الحياة كتير مهم.
وقعه مهم بالبلاد اللي بحاجة لألم. هنحكي عنه أكثر بروفيسور، بس خلينا نأخذ اتصال سنتيا من لبنان. ألو. ألو بونسوار. مسوارين، أهلا وسهلا فيك سنتيا، تفضلي. بدي أسأل الحكيم، أنا عملت فحوصات بروتين طلع معي عالي كثير، رجعت عملت زرع إنه العظم عم بيفرز مات، قالوا لي عملوا لي زرع طلع كل شيء نظيف، بس بدي أعرف إنه هيدي لها علاقة، أنا عم باخد دوبا كالسيوم حبة كل يوم، أنا فوق الأربعين، يعني هيدي الحبة بتعمل هيك شيء بالعظم؟ ومعقول يصير معي يعني الله لا يقدر كانسر او شيء؟ عيد ما اعطوني دواء، يعني ما اعطوني اي دواء كرمال هيدي الماده عم تفرز. قديش رقم البروتين طالعه؟ صراحه ما بعرف، عالي بس كاتبين هاي. حاطين لها هاي بس مش حاطين لها هاي. المختبرات اجمالا بتأيدوا بالرقم المضبوط هيك، يعني اذا كان بين ال 50 وال 70 بين وبين 72 بيطلع هاي حده. فاجمالا لحد 80 بتكون طبيعيه، يعني مع حق المدام بس يجي لعنا هيك رقم، اجمالا نحن 80 وما فوق بنشك بشيء اسمه مالتيبل ميالوما او ميالوم ملتيبل، شيء ماده بيفرزها نخاع العظم ومنا كثير هينه يعني كعلاج، ولكن لها علاجات بس انه معقد شوي. ففي فحوصات بتنعمل لها، فاذا مثل ما قالت هالفحوصات انعملت معناتها طمنت بالها، وهالفحوصات هي دقيقة 100% معناتها ما مع الميلوم ملتيبل، فالأرجح يكون إنه عندها بروتين هاي وشوي عالي عن الطبيعي ولكن بعدها طبيعية. بس هذا ما في شيء بخوف، يعني هي عارفين هم إنه لا سمح الله ممكن هذا الشيء، مش لازم يكون بها شيء أبدا. نعم بروفيسور كثير تفضلي سنتي. إيه ما قلتي لنا، أنا عم متكل على حديثك، قلتي عملتي زرع وما طلع في شيء، والزرع إجمالا كثير دقيق، يعني مش معقول الزرع يغلط بهيك حالات. اذا انعمل الزرع وفي فحوصات زرع بالدم وزرع من خاع العظم، اذا اثنيناتهم طلعوا طبيعيات يعني اكيد ما بك شيء. بس بدي اسال انه ما اعطوني دواء، يعني ما في لزوم، ما في لزوم، ما رقم البروتين اللي عالي شوي بده يكون منه كتير مهم، يعني في يكون طبيعي عند ناس طبيعيين وعالي هالقد. شكرا لاتصالك سنتيا. بروفيسور هذا كمان سألتك أنا من شوي، كمان وصل على الواتساب، بأي عمر لازم يتاخد الفاكسان عند البيت؟ هلا الفاكسان هذا عم بيتاخد فوق من 10 سنين 12 سنة، ولكن بعدني بصر، يعني نحن كاختصاصية أمراض دم ما له إعلام لهالفاكسان، بينما حكم النساء والحكم الصحة العامة كتير بيعطوا أهمية. ليش؟ لأنه نحن بنعرف أنه سرطان عنق بيت الرحم منه موجود بكثرة بلبنان، منه مميت، واللي منعرف أكثر أنه حتى لو انعطى الفاكسان عم بيضلوا الفحص الروتيني السنوي ماشي كل سنة، يعني هيدا ما بيمنع بابسمير، معناتها بقي بابسمير يعني المفروض يطلع فيه شيء ابنورمال سيلز بالبابسمير لسمح الله لتبين جوا، لو ممكن يبين بلا ما يبين بالبابسمير، إجباري البابسمير إذا في شيء يبين على الإزازة، فهيدا دقيق 100%. ومن وقت ما عم نستعمل بابسمير رسميا يعني كل سنة تقريبا انلغى سرطان عنق بيت الرحم، صار نادر جدا جدا، وأول ما يبين علاجه كتير هين، يا عملية بسيطة يا حرق. فهالفاكسان اللي هو اختراع مهم دوره بلبنان وبالدول المتقدمة كتير بسيط، منه كتير يعني ما بيفسر هالدرجة الإعلامية وإنه لازم نعمل فاكسان للكل، مش مثل ما قلنا بالدول الهند والصين واللي فيها عدد كبير وما فيها أطباء للنساء تتبع المرضى مثل ما لازم، فهونيك لازم ينعمل هالفاكسان لكل الناس. بروفيسور، الأشخاص اللي بيجوا لعندكم وبيكونوا منصابين بهالمرض الخبيث، أنتم كيف عم تتعاملوا معنا؟ عم تكونوا صريحين وعم تقولوا للشخص أو للمريض اللي بيشكوا أنتم معكم سرطان، قد إيه عم يكون في وعي بهالموضوع؟ المرضى إذا بدك من أول ما يفوتوا بالباب بنعرفهم، يا هالمريض هو فتح الباب وهو اللي أخذ الموعد اتصل عند السكرتير وهو جاي يعمل الملف، هيدا المريض واعي وعارف إنه معه سرطان، راح يقول لي دكتور قطان أنا معي سرطان شوف شو بدنا نعمل. هيدا المريض اللي نحن بنشبهه إنه يمكن المريض الأمريكاني أو الأوروبي اللي ما في كتير منه بلبنان، مش لأنه ما في كتير منه مش معلمين ومش مثقفين، ما في كتير منه لأنه نحن عنا شغلة ذو حدين، يعني بنفس الوقت مزاجي هي العيلة،
يعني بلبنان على طول اول ما تدقوا للواحد شوكي 10 بده يكونوا معه و20 واحد بده ياخذوه على المستشفى، وهن بيفتحوا الباب وهن بياخذوا الموعد وهو بيقعد على جنب بيرجع مثل ولد صغير. يعني هيدي يمكن بتريحنا نحن ثقافتنا هيك. فمنلاقي 80% من المرضى مش هن عم بيجابهوا ولا بدهم يجابهوا ولا بدهم يسالوا. يعني نحن بنقول اخشي مش نتحشر فيه، اسالني شو بيك انه شو لازم تعرف، لا ماشي الحال. يعني من ضمن الدراسات اللي تقدمت اليوم كمان تنقول علميا في برهان، سالنا 200 مريض، حدا من التلاميذ عمل هالدراسه، 200 مريض انه انت ما عندك معلومات كافيه عن مرضك، بين انه 30 او 40% معلومات كافيه والبقيه بيقول لك لا ما عندنا معلومات. خوف يعني خلص انه هن بيعتبروا مرض سرطان بعيد من هون نحن ما بيهمه يسال. هي بنسميها الدينال سيندروم، عم بيحمي حاله وعم يتخبى وراء اصبعه لانه خيفان من الحقيقه. هن ذاتهم سالناهم انت راضي عن المعلومات اللي عطيناك اياها؟ 100% راضيين. يعني لو قال لك ما عندي معلومات راضي عن العلاقه تبعته مع الحكيم والمعلومات اللي عطاياها، ما بده يعرف اكثر. فهيدي تربيتنا، هيدي العائله اللي نحن بنفتخر فيها باوقات معينه هون. نعم. فالمريض بيكون مثل ما قلنا يا بيقعد على جنب يا بيطلعوا لبرا. انا بعت الهم كيف قال له اطلع لبرا تيحكيني. نعم. معنا اتصال عمر من لبنان. الو. الو مصطفى. عمر اهلا وسهلا فيك. بدي اسال البروفيسور سؤال بالنسبه للراديو ثيرابي والكيمو ثيرابي، اي واحد منهم ممكن يضرب الاجر، يضرب عصب الاجر وتصير البيي طومبونت، ما بيقدر يتحكم بمفصل الاجر يعليه ويوطيه من تحت من صوب الكاحل وتنميل دايم، صار له القصه شي 4 سنين. هيدا اول. نعم. سؤال. عندي سؤال ثاني بالنسبه لل HPV اللي هو هيومن هيومن بابيوما فايروس، في فاكسان للرجال ولا بس للنسوان؟ اوكي شكرا لاتصالك يا عمر. رح بلش باول سؤال. راديو ولا كيمو؟ بالنسبه للبيي طومبونت يعني الاجر المشلولي من تحت، لما بيكون الشخص عم بيمشي بنسميها المشي العسكريه الالمانيه، كيف بالافلام بيطبوا اجريهم هيك. فهيدي من على اثر شلل يعني او عصب اللي بيمرق بالاجر واللي بيرفع القدم بالنسبه لفوق. نعم. فاذا كان على الميلتين هون كتير احتمال تكون العلاج الكيميائي اللي اخده. نعم. لانه في شيء بالعلاج الكيميائي اسمه peripheral neuropathy. نعم. يعني ضرر او ضرر ايه ضرر بالجهاز العصبي. نعم. الخارجي من وراء السايد افكت او المفعيل الثانويه تبع الدواء. أوكي. فهيدا مبدئيا بناخذ له مغنيسيوم، في ادويه بتتاخد لها مع فيزيوثيرابي وبيروح مع الوقت. اوكي. هلا ثاني احتمال اذا كان من جهه معينه وحده وهو اخذ اشعه على منطقه ما بيمرق العصب، هون يعني بده الواحد يشوف شو الملف مزبوط، اكيد في مجال الاشعه تحرق بهالمنطقه اذا كانت فوق دوز معينه. فاذا وعلاج في يكون علاج ميلي وحده، بدنا نشوف الاشعه اذا كانت على نفس المسار تبع العصب. نعم. هيدا اول سؤال. بالنسبه للسؤال الثاني، ما هو الاتش بي في اللي بنعمل لهم فاكسان عند النسوان معروفين شو هن ارقامهم 16 و18. عند الرجل مثلا بالانف والحنجره، او مش عند الرجل، عند اجمالا للانف والحنجره غير ارقام، يعني مش الفاكسان ذاته عم بيندرس فاكسان. 16 و18 بيكونوا هاي ريسك وفي كثير. ايه بس انه اكثر شيء الموجه عليهم تبع الفاكسان الاتش بي في عند عنق بيت الرحم هن هودي اللي بيسببوا الانف والحنجره، هن غير انواع ومش الفاكسان ذاته، ولكن عم بينشغل على فاكسان. بالنسبه للمرض بالاجهزه جهاز التناسلي عند الرجال اللي في يكون اتش بي في هو ذاته، ولكن ما بيسبب عند الرجال السرطان، بينقل الرجال في ينقل الاتش بي في لانه هو كمان بينعدى. ما صارت دراسات بس اكيد بينفع، يعني ما صارت دراسات عند الرجل تيمنع الانتقال، بس اكيد اذا عمل الفاكسان بينفع. نعم. بروفيسور جوزيف قطان رئيس قسم الدم والامراض بالجامعه اليسوعيه، انا بدي اتشكر وجودك معنا لليوم وبتشكرك كمان على المعلومات القيمه اللي قدمت لنا اياهم، وان شاء الله اكيد نحن بنشوفك بحلقات لاحقه. ان شاء الله. شكرا لك. مشاهدينا بعد الفاصل رح نكون مع الصيدلي الدكتور وائل غرز الدين، بس قبل رح نبقى مع نصيحه من المعالج الفيزيائي نديم فخوري والاختصاصي كمان بالابر الصينيه ونصايح جديده وعلاجات جديده.
مرحبا. نصيحتنا لليوم موجهه لكل المشاهدين اللي عم يهدرونا. كلنا عم نشتغل وكلنا عم بصير في عنا تشنجات عضليه كثير قويه عم تسبب عنا اوجاع بالرقبه بالظهر ولا بكل الاعضاء بالجسم. رح نفرجي اليوم شو هي طريقه سليمه تنخفف هالتشنجات العضليه بالستريتشنج. رح يساعدنا هيدا نفرجي شوي هالتمارين اللي رح نعملها. رح نبلش بالرقبه. هيثم بدي اطلب منك تاخذ رقبتك بايدك على ميل اليمين ومنهدي لعشرين ثانيه. لما ناخذ الرقبه على ميل اليمين عم بيصير في عنا تمديد للعضل على ميل الشمال. هالعضلات اللي موجوده هون على ميل الشمال عم بيصير في عليها تمديد ومنتركها لمده 20 ل 30 ثانيه. ورح نعمل نفس الشيء لتاني ميله. هلا هيثم عم ياخذ رقبته على ميل الشمال تنمدد عضلات اللي على ميل اليمين. عظيم. كمان ل 20 ل 30 ثانيه ومن بعدها رح ناخذهم لتحت. رح نمدد عضلات الرقبه من ورا، بنحط ايدينا على الراس وبنشد لدين لميل التحت حتى نكون قد ما فينا عم نمدد العضلات الرقبه اللي موجوده هون. كل هالتمارين بنعمله لمده 20 ل 30 ثانيه. اوكي. من بعدها في التمرين للايدين اللي هن كمان ستريتشنج للايدين. بنحط كوعنا لفوق ومن عليها حتى نمدد قد ما فينا العضلات اللي موجوده بين ورا بالايد. هيدي كمان شغله. ومن بعدها رح نمدد ثاني ميله. كلهم لمدة 20 ل 30 ثانية مثل ما ذكرنا. هلا رح نعمل شوية تمديد للإيدين من تحت. بنمد إيدنا 100% وبنشد الصبيع لتحت حتى نكون عم نمدد العضلات اللي موجودة على ميلة فوق مننا. وبنعملها على الجهة الثانية. هلا عم نمدد العضلات اللي كانت موجودة على ميلة الإيد من فوق. من بعدها بنعمل بالعكس 100%. هلا عم نمدد العضلات الموجوده من فوق وبنعملها على ثاني ميله. بهالطريقه بنكون عملنا كل العضلات الموجوده بالايد وبالرقبه. من بعدها بنكون متسطحين على ظهرنا لحتى نمدد شوي عضلات كعب الظهر. بنطوي الركب وبايدنا بناخذهم قد ما فينا صوب بطننا. ظهرنا والرقبه بضلوا مرتاحين لحتى ما نشد عضلات الرقبه. ومنشد قد ما فينا لتحت ومنعد ل 20 ل 30 ثانية وبنعمل ثاني ميلة. وبنرجع نعمل الميلتين سوا، بنطويهم اثنيناتهم سوا. عظيم. لكن بهالطريقة بنكون اشتغلنا على تلين العضلات بالجسم، خصوصا إذا كان عنا قاعدة مكتب طويلة وإذا كان عنا شغل كتير صعب. لازم نذكر بهيدي الفقرة إنه إذا في حال في عنا أوجاع نحن عم نعمل هالتمارين، لازم نتوجه عند الطبيب الأخصائي حتى يكون عم يساعدنا تنشوف إذا في مشكلة بالعمود الفقري أو بحياة لمنطقة تانية. الأغلب بطلع مع أصحابي على كافيز. لما تحسي بحساسية الأسنان بتضلك متضايقة يعني طول القعدة، بتصيري تنتبهي على شو ما بدك تاكلي، شو بدك تطلبي. دكتورة الأسنان سمعني ونصحني أستخدم معجون أسنان سانسوداين. لما استخدمته لقيت بحياتي اليومية صرت على راحتي أكتر. الفنان محمد عبده. رجعيلي كل راحة الدنيا علي. يطلق أغنية جديدة بعنوان كل شيء. اسمك وصلك لبعدك وبحتريك ولا تجي. تجدونها حاليا على موقع iTunes.com. قس قلبي يمكن ألقى عذر ما أقدر أجي. إنتاج روتانا. حفلات عيد الأضحى 2015 في الكويت. روتانا تقدم ثالث أيام عيد الأضحى
الفنان ماجد المهندس. أني بعد شفت منك مالي رغبة بعد حب. الفنان نبيل شعيب. الحسن والذوق طبعا والرب. الفنانة الأنين. هلا بريحة هلي هلا باللي إلي. في فندق الكراون بلازا قاعة البركة الكون. يمر الوقت ذكرى ندامة. مين صار عنده أحلى تي في؟ وين ماي اس جي؟ ماي اس جي بقدم لك 57 محطة منه 46 عالية الوضوح، يعني اتش دي مع ريسيفر لمدة سنة. بدك يعني شوف نفس المحطات على شاشة أكبر؟ يا عيوني. اشترك وشاهد 46 قناة اتش دي مشمولة مع جهاز الاستقبال لمدة سنة على عرب سات. اتصل بماي اتش دي. ماي اتش دي، الفرق واضح. الفنان اسماعيل مبارك في ألبوم جديد بعنوان مسج. الأقل جاء مني لو حتى بمسج. يتضمن 14 أغنية. ليت أحبك باختياري واستخير. مسج للفنان اسماعيل مبارك. نسيت تقول وش نهاية قصتك. حاليا في الأسواق. إنتاج وتوزيع روتانا. مشاهدينا بعدنا مكملين معكم، وبيسعدني استضيف بيها الفقرة الصيدلي الدكتور وائل غرز الدين. اهلا وسهلا فيك وائل، كيفك؟ اهلا وسهلا فيك. تمام وائل، شو اكثر انتم الاسئله اليوم اللي بتسمعوها بصيدلياتكم؟ هلا بالنسبه للصيدليات، بما انه بلبنان في اربع مواسم، في كل موسم له امراض خاصه فيه. يعني هلا موسم الخريف ببلش عندنا موسم الرشح. هلا في هالسنه اكسبشن انه بعده الدياري او الاسهال او الامراض الصيفيه مكمله معنا لهيدي الفتره. فاذا بدك عندنا اليوم كوكتيل بين الرشح وبين الاسهال وامراض الخاصه بالصيفيه. نعم. طيب قد ايه لقاح الرشح مهم ولازم كل شخص ياخده؟ هلا لقاح الرشح هو مهم كثير، وخاصه عند الاشخاص اللي مناعتهم شوي خفيفه، مثل الاطفال الصغار او مثل الناس المسنين الكبار بالعمر، وحتى عند الاشخاص العاديين. هلا هو اللقاح بينعطى تيخفف قويه الرشح. نحن بنعرف انه اللقاح هو مش عباره ليلغيه. مش ليلغيه، يعني كثير اشخاص اكيد بيجوا لعندك بيقولوا احنا اخذنا اللقاح بس مرشحنا. 100% بيروحوا يعني بيعملوا الفاكسان وبيرجعوا بيقولوا كيف نحن عملنا فاكسان وكيف رشحنا. فهي القصه مش هيك، القصه انه نحن عم نعطي كميات فيروس، بنعود الجسم على هذا الفيروس وبنطلع مناعه الجسم، فبصير لما يتعرض الجسم لفيروس الرشح بصير يقاومه بشكل افضل. نعم. بس بما انه فيروس الرشح بيتغير وبيتحول سنه عن سنه، فاكيد بعض الاشخاص بدهم يضلوا يرشحوا او بدهم يضلوا يعملوا عوارض هذا المرض. نعم. قديش كمان وائل غلط انه الشخص او المريض هو يوصف دواء لنفسه؟ باي حاله، بحالات الرشح ولا بحالات يمكن نحن تعودنا مثلا على الرشح، على الجريب، على السعال، بنعرف انه هذا الدواء نحن بيناسبنا، او اسهال او وجع بطن، بنعرف شو الدواء، بنذق وبنطلبه وبنعالج حالنا. مزبوط. هذه الشغله كثير غلط، لانه ممكن يكون تحت هذه العوارض البسيطه مشكله اكبر. صح. فيفضل اذا العوارض كانت غريبه على المريض او جديده عليه يستشير الطبيب او نعم. يستشير اختصاصي الصحه او الصيدلي، ومن بعدها يرجع يشوف شو الدواء اللي بده ياخده. طب انتم بالمجمل شو بتنصحوا المريض، وايمتى كمان تطلبوا منه انه يتوجه لعند الحكيم او حتى لاقرب مستشفى؟ هلا اهم نصيحه بحالات الاسهال، اذا بدنا نحكي عن مثلا حالات الاسهال او بحالات الرشح، نحن بننصحه بالاشياء اللي بيقدر يعمل مثل تجنب او وقايه. مثلا اكيد بده يشرب كثير مي اذا مرشح او اذا عنده دياري، اكيد بده ينتبه لاكله، اكيد بده ينتبه للاكل كمان البارد كثير اذا بحالات الرشح عم نحكي. فهيدي الشغلات بس يكون العوارض شوي خفيفه المريض بيقدر هو يتجنبها. لما يصير في عندنا عوارض اكثر او وجع مستمر او حراره، ساعتها اكيد لازم المريض يتوجه لعند طبيبه، والطبيب يرجع بيقرر اذا بده يعطيه مضاد حيوي او اذا بده يعطيه علاج ثاني للكيس للحاله تبعه. وقف كثير اسئله عم توصلنا على الواتساب عن الاشخاص اللي بياخذوا سبلمنتس او مكملات اذا بدك للسبور او لنفخ العضلات، قد ايه هول مضرين؟
هلا هودي المتممات الغذائيه يلي بياخذوها الناس يلي بيعملوا رياضه الشباب اجمالا هن بيتقسموا لنوعين، عندنا نوع اذا بدك سيف او امن وعندنا الانواع اللي غير امنه، بالنسبه للنوع الامن ممكن يكون موجود بالصيدليات وهي تستوردها شركه الدواء بتكون مصدقه عليها وزاره الصحه، يعني هيدي اصناف تقريبا نسبيا يعني هي امنه لانه مصدقه عليها وزاره الصحه اكيد وهي نسبيا سيف، يعني ما لها هرمونات، ممكن يكون عندها امينو اسيدز او الاحماض الامينيه، ممكن يكون عندها بروتينات، ممكن يكون عندها انواع من الاشياء اللي بتحرق الدهون مثل الكارنيتين او الكروميوم، هيدي موجوده بالفارماسيات اكيد، بس بده يكون في انتباه عند المريض، يعني لازم المريض مثلا اذا عم ياخذ كميات عاليه من البروتين بده يشرب كميات كثير عاليه من الماء حتى ما يضر الكلوي، او الامينو اسيد نفس الشيء، او ينتبه انه الكرياتين مثلا بيعمله دقه قلب. هلا الشق الثاني اللي هو الشق الاخضر اذا فتنا بالاشياء الهرمونيه او بنشوف الناس اللي عندهم كثير ستراكشر كبيره بجسمهم وجسمهم كثير فيه هذا اللي بيكونوا عم يتعاطوا او عم ياخذوا ادويه مضره، بتعرفي الهرمونات اكيد بتسمم الكبد بتاثر على شو مدارها بيكون؟ او مدارها كثير، يعني اذا بدك نقعد بنعد من اليوم لبكره، حتى هلا عم بيستعملوا مثلا الجروث هرمون، عم بيستعملوا التستوستيرون، عم بيستعملوا اشياء كمان ادويه للكانسر بيستعملوها بحلق كرمال يحسنوا جسمهم، فهيدي مدارها كثير كثيره، يعني بدها حلقه اذا بدك لحالها اذا بدنا نحكي عنها. ممكن مثل ما بيقولوا بتسبب عقم كمان؟ اكيد من المدار اكيد يعني اكيد، نحن لما نعطي اذا بدك بفكره سريعه، اذا اعطينا الشاب تستوستيرون بكميات عالية جسمه بيعمل نوع من البلوك أو بيقول أنا عندي بالدم تستوستيرون وبيبطل يفرز هذا الهرمون الطبيعي اللي لازم يفرزه بالأيام العادية، فهون بتبلش عندنا المشاكل، ممكن نعمل مشاكل بالإنجاب، مشاكل عقم، ممكن نعمل مشاكل بالغدد لأنه التستوستيرون بيتحول كمان بالجسم لأستروجين يلي هو الهرمون الأنثوي، بصير الرجل عنده هرمون انثوي بصير في عنده حالات بيكبر صدره بسموها التثدي، بصير في عنده ضعف جنسي، بصير عنده كثير اشياء. طب وائل هالمدارات اللي عم تحكي انت عليها كثير وقلت ممكن نعمل حلقه عنها، طب ليه ما في توعيه بهالموضوع؟ هلا هو في توعيه وهيدي الادويه ما بتنصرف بالصيدليات، هيدي الادويه اجمالا بنشوفها بالنوادي الرياضيه وبتنجاب حتى بطريقه غير شرعيه، يعني بيستوردوها من بلدان اجنبيه بطريقه تهريب وهيدي الشباب بتتعطاها، بس هلا اذا بيجي اي شاب على الفارماسي وبيطلب بدي هرمون حتى اخذه كرمال كبر عضلات هذا الشيء، يعني اكيد اغلب الصيادله 99% من الصيادله بلبنان ما بيعطوا اياه، بس النوادي الرياضيه او الناس اللي بتسافر لبرا وبتشتري هالاشياء مثلا ممكن بتركيا تشتري منها وما حدا يقول لك وينك، فهن بيجيبوها من برا وبيستخدموها ونحن بنشوف السايد افكتس للناس اللي كانوا اوريدي بتستعملوا. يعني كانوا سوق سوداء بتصير 100% سوق سوداء واسعار خياليه بهذا الموضوع. طيب وائل هل لازم نحن نبلش ناخذ فيتامين سي قبل الخريف لحتى بيقولوا نحمي حالنا من الامراض؟ اكيد، هلا فيتامين سي نحن بنعرف انه هو انتي اوكسيدنت بدرجه اولى وبعدين بقوي الاميونيتي او بقوي المناعه عند الشخص، فممكن نحن نبلش نعمل مثل وقايه باول موسم الرشح او باول الموسم اللي بنصادف فيه فيروسات او بكتيريا اللي بتسبب لنا سخونه، يعني ناخذ فيتامين سي، بس كمان بدنا ننتبه انه اذا بدنا ناخذ الفيتامين سي بدنا ناخذ معه كميات عاليه من المي، بدنا نشرب دائما معه مي لانه ممكن يعمل مشاكل بالكلى، ممكن يعمل حصى بالكلى وخصوصا اذا معه كالسيوم او اذا معه املاح ثانيه، ممكن يكون معه كالسيوم او مغنيزيوم او انواع ثانيه من الفيتامينات، يعني لازم دائما المريض ينتبه انه مش فيتامين يعني 100% سيف، لا بده ياخده بطريقه كثير امنه، يعني بده ينتبه كيف عم ياخده. نعم، وائل شو نصيحتك الاخيره؟ نصيحتي الاخيره هلا بما انه نحن قادمين على موسم المدارس وموسم الرشح، اهم شيء بقول لهم للناس يشربوا كثير مي، ينتبهوا كثير لاكلهم وينتبهوا كثير للحراره ولفروقات الحراره بين برا وجوا، وهيدا كل شيء. وائل شكرا لوجودك معنا، ان شاء الله اكيد ملتقينا بحلقات لاحقه. ثانكيو لك. مشاهدينا بعد الفاصل رح تكون معنا اخصائيه التغذيه سنتيا مخيبر، فاصل ونرجع. Live more with the new collection in stores now. Flow Concept, urban Danish design since 1952. طبيعي مثل اي ست بتعيش حياتها اليوميه، بتروح بتعمل شوبينج، بتعمل شعرها، بتعمل تجميل، بس كل مره رح نتعلم طب صغيره. هذا بيمشي على الموضه 100% عاده بكون رايح محاكي الغلط. 1 1 3 4
انا باخد من الموضه اللي انا بدي اياها. صار مع الوقت عم تفهم المرأة انه الأناقة لا تكتمل الا مع شابو. وانتم فيكم تكونوا هالقد حلوين بس خليكم على الطبيعة. عيش ستايل 3 الساعة 9 المساء على الـ LBC. حفلات عيد الأضحى 2015 في البحرين. روتانا تقدم الجمعة 25 سبتمبر فنان العرب محمد عبده. أدري ليه يا غالي عن حبك تصدى. في فندق الخليج المنامة قاعة الدالة. أعيش فيها عشان بكرة عشان الليل اللي كله جروح. رجعنا معكم مشاهدينا ووصلنا للفقرة الأخيرة من حلقتنا لليوم. إذا كان عندكم أي سؤال ما تترددوا تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو اتصلوا فينا على الأرقام اللي ظهر قدامكم بأسفل الشاشة. بآخر فقرة لحلقتنا لليوم بدي رحب بأخصائية التغذية سنتيا مخيبر. أهلا وسهلا فيك سنتيا. كيفك؟ سنتيا اليوم حنحكي عن الأشخاص اللي بيكونوا كتير محمسين بالأول أنه يبلشوا بالدايت، بيعملوا كم يوم وبيزهقوا أو بيوقفوا، شو السبب بيكون؟ هلأ في كذا أسباب. هلأ أول سبب هو أنه الأشخاص بيبلشوا بدايت كتير ستريكت، كتير قليل الكالوريز. أوكي. فهن كانوا قبل يأكلوا معجنات مثلا، يأكلوا شوكولا، يأكلوا مقالي، فجأة بيوقفون. فهون بيمشوا على الدايت جمعة جمعتين، بيرجعوا بيزهقوا وبيرجعوا على الأكل اللي كانوا ممنوعين منه بالدايت، بيأكلوا منه دوب. فهيدا أول شغلة. فالحل بيكون ممكن غلط لأنه الدايت بيكونوا اللي عم بيعملوا كتير غلط قاسي. يمكن أو كتير قاسي. كتير قاسي، يعني كتير عم بيحرموا حالهم من أكل معين، أكل هن بحبوه. فهون الحل أنه لا، نعمل دايت بس ناخد بكمية معتدلة أو كمية صغيرة من القصص اللي منحبها. أوكي. فينا ناخدهم بقلب الدايت. ها أول شغلة. تاني شغلة، الأشخاص يلي هن براسهم أنه أنا بدي بلش دايت، مش بدي غير اللايف ستايل تبعي. يعني أنا بدي أعمل دايت أضعف 5 كيلو بشهر لنفترض، عندي شهر اعمل دايت، وقف كل الاكل اللي مش مسمح لي، انزل بالوزن وبعدين خلاص برجع مثل قبل باكل. لا، هون غلط. لازم وقت بدنا نعمل دايت 100%، فوقت نعمل دايت لازم نفكر انه نحن بدنا نغير كل اللايف ستايل تبعنا. يعني بدنا نتبع نظام غذائي صحي لكل حياتنا. اكيد يكون اذا طلع عبالنا شوكولا ناخذ شقفه، مش هالمشكله. هلا كمان في الاشخاص يلي عندهم بياكلوا وقت يكونوا ستريسد كثير او وقت يعصبوا، ايموشنال ايترز. مزبوط. فهول الاشخاص كل ما يكون عندهم شيء ستريس او شيء بيروحوا بفشخلقهم بالاكل. مزبوط. فهون الحل انه نلاقي شيء ثاني نفشخلقنا فيه. فينا نفشخلقنا بسبار، فينا نفشخلق يعني شيء بنحبه، او حتى نجول بجوزة مثلا، نفشخلق باصحابها كمان. فحتى فينا نروح نعمل مساج، يعني نعمل قصص بنحبها وبتريحنا. أوكي. نبعد عن انه يكون الحل الاكل، لانه اوكي اكلنا فشينا خلقنا، رح نرجع نحس حالنا جلتي، نحس بالذنب، ندم، نرجع. مزبوط، بالندم، رح نرجع نفوت بالديبرسيون، رح نضلنا بالسيركل محلنا. يعني ما رح نكون حلينا الستريس تبعنا. اوكي. كمان هن عادة سنتيا بالدايت بيكون اول اسبوعين هن اصعب شيء. مزبوط. انتوا اجمالا كيف بتشجعوا الناس اللي بدهم يعملوا دايت؟ يعني كيف بتحفزوهم لحتى يكملوا هالدايت؟ اوكي. هلا اول شيء، اول فتره اكيد ما بدك تعطيه دايت كثير قليل الكالوريز، بتعطيهم شوكولا بغشهم اول شيء، وبعدين قال بتجي القساوه. لا، اول فتره دائما وحتى بكل الدايت لازم يكون في هن عم بياكلوا كل الاكل بكميه معتدله، يعني عم بياكلوا بات، رز. يعني في كثير سمعت اوقات انه انا بالدايت ما في اكل بات وبحب البات. لا، فيك تاكلي بات بس بالكميه المعتدله. اوكي. فوقت نكون مفوتينهم كل قصص اللي بتحب اللي بحبون الاشخاص، وحتى شوكولا بكميه صغيره. نعم. طيب كيف ممكن يوصل الشخص ويقتنع انه هيدا نظام حياه يعني مش لفتره قصيره، هذا نظام حياه لازم يتبعه مدى الحياه؟ اوكي. حتى يحافظ على وزنه. اوكي. اول شغله هي كمان سبب، هي بتشجع انه الاشخاص يعملوا الدايت ويبقوا على الدايت ويوصلوا على التارجت تبعهم، هو اهم شيء نحط بلان.
يعني نحن وقت بدنا نعمل دايت يكون عندنا بلان، مثل عم نحضر بلان للفاكيشن نفس الشيء. يعني انا بدي احط تارجت، بدي انزل هالشهر لنفترض 4 كيلو، يعني بدي اعرف حالي لوين واصله، كمان اتخيل حالي انا اذا نزلتهم وين رح تصير، كيف رح تصير جسمي، صحتي رح تصير احسن. اول شغله يعني كثير مهم يحطوا تارجت ويساعدوا حالهم تيقدروا يمشوا على دايت وياكلوا هيلثي. كيف؟ هو انه يشيلوا القصص من البيت، التشيبس، الشوكولا، القصص كثير دسمه والانهيلثي، ويخلوا عندهم سناكات هيلثي. يعودوا يمكن نظرهم كمان، بيتعود يتعود نظرهم. وحتى اذا اجوا على البيت جوعانين مش يطلع اول شيء بايدهم تشيبس او اول شيء بايدهم قصص رح تاذيهم، فيكون دائما في قصص هيلثي بالبيت، هيك بهينوا حالهم. وحتى حطوا بلان للسبار، يعني انا ما بعرف اثنين اربع جمعه بدي اعمل سبار من السبت للسبعه، خلص هيدا سكادجول حطيته ما في غيره. اوكي، فهون بصيروا يتحمسوا اكثر واكثر. طيب مين هن الاشخاص اللي بيستسلموا بعد فتره قصيره؟ هلا في كثير اشخاص، اكثر اشخاص هن الاشخاص اللي كنت عم بحكي عنهم يلي بفشوا خلقهم وقت يكونوا ستريسي او وقت يكونوا زعلانين، هول اكثر اشخاص بيستسلموا فتره قصيره. بس في كثير اشخاص بيستسلموا كمان اذا كانوا عم يعملوا دايت كثير قاسي، يعني ما رح يداينوا كثير في للدايت. طيب في كمان اشخاص بسبب تجارب فاشله صار صعب عليهم كمان يبلشوا دايت. مزبوط، رح اقول لك ليش. هول الاشخاص كمان بيعملوا الدايت بيلاقوا حالهم ما نزلوا، بيقسوا بيوقفوا الدايت. ليش؟ لانه هول الاشخاص صاروا ينزلوا كثير بالوزن ويرجعوا يطلعوا، ينزلوا بالوزن يرجعوا يطلعوا، فهون الميتابوليزم تبعهم وطئ، يعني بطلوا بالدايت ينزلوا بالسرعه اللي كانوا عم ينزلوا قبل. فهون كثير مهم يفوتوا السبار ويزيدوا الحركه بالايام تبعهم تا يقدروا ينزلوا بالوزن اسرع. ممكن اشخاص كمان كانوا قبل يحرقوا كثير وفجاه جسمهم يمكن بيعمل بلوك وبيوتا عندهم الميتابوليزم. هلا اذا عم يعملوا من الاول، بلشوا اول دايت عملوه صحي، ما رح يوصلوا على بلوك. واذا عم بيعملوا زياده سبار معه، انا اكيد انه البلوك ما رح يوصلوا عليها. يعني هلا نحن الدرجه كثير انه انا وصلت على بلوك، لا، البلوك صعب توصل عليه. يعني اذا من الاول عم تعملي نظام غذائي صحي، عم بتنزلي وزنك وعم عم تعملي معه سبار، كثير صعب توصلي لبلوك. هلا هون شغلتها الدايتيشن تغير الدايت، يعني جسمه بيكون تعود على دايت معين تغير له. بس كلمه بلوك توصل على بلوك منا كثير، يعني دغري بتوصلي له بعد فتره طويله. يعني الاشخاص اللي عندهم كثير كيلوغرامات ينزلون بيوصلوا لفتره بعد فتره طويله معقول يوصلوا على بلوك جمعه جمعتين ثلاثه. سنتيا، شو نصيحتك الاخيره؟ نصيحتي الاخيره انه الاشخاص اللي بدهم ينزلوا بالوزن، اول شيء يعملوا بلان، يحطوا براسهم انه انا بدي انزل وبدي اوصل للتارجت تبعي. واهم شيء عندي الموتيفيشن، يضلوا موتيفيتد ويكون في حواليهم الاصحاب والعائله عم يعطوهم موتيفيشن. نعم، شكرا لك سنتيا، ان شاء الله اكيد ملتقانا بحلقات لاحقه. مشاهدينا لهون بتكون انتهت حلقتنا، ما تنسوا تتابعونا بكره بحلقه جديده، ومن هلا لبكره ما تنسوا صحتكم بالدنيا. باي.